أوه أهلا أهلا حديد حديد، أنا هو الرجل القوي مثل ما أنت شايفين في هاي الصورة، وأنا بضلني ألعب عضلات عشان يصير عضلات كبيرة كثير كثير. بدي أخلي عضلاتي أكبر عضلات في التاريخ، رح أضلني ألعب حديد. اطلعوا كيف أنا بسوي مثل هيك وبسوي مثل هيك وبضلني أسوي حديد 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 عشان أصير أضخم واحد في العالم. اطلعوا هذا هو أنا في هاي الصورة، اطلعوا كيف أذرعي قوية وكبيرة جدا جدا، أنا قوي لدرجة إني بقدر إني أخلع هاي الشجرة وأطلعها من الأرض وأرميها من هاي الجزيرة بالكامل. أنا عايش في هاي الجزيرة، بس للأسف الشديد هذول الأثقال اللي موجودات عندي كثير كثير قليلة. أنا هذول الأثقال اللي موجودين عندي بقدر إني أبلعهم بلقمة واحدة، أنا أصلاً باكلهم على وجبة الإفطار. اطلعوا على وجبة الإفطار أنا إيش كمان باكل، باكل هذا السطل الكبير من الدجاج، وهذا السطل الكبير من لحمة الضفادع المفيدة اللي فيها بروتينات، وسطل كبير من الأسماك ومن الدجاج ومن البطاطا ومن الأرانب، إيش كثير كثير لذيذ عشان البروتينات والفيتامينات لجسمي عشان يضله قوي مثل هيك. اطلعوا كمان في داخل هذا الصندوق في بلوكات عشان انتقل من جزيرتي للجزر الاخرى عشان اشوف اذا هم قويين ولا لا، واذا كانوا هم ضعفاء انا لازم اني ادربهم عشان يصير صحتهم مثل صحتي تماما. والان انا بدي اوصل، يلا وصل وصل يا قوي، وصل وصل يا قوي، انا هو اقوى واحد بالعالم. يلا يلا خلينا اسوي مثل هيك، هيني قربت اني اوصل للجزيرة اللي بجواري مثل هيك. واو جزر بطاطا فيتامينات. نعم 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 اي نعم زاكي زاكي، خليني اكل هذه الاسماك الصغيرة. شو هذا الضعف؟ يما مين انت؟ شو هذا الضعف؟ انت ليش ضعيف مثل هيك؟ وين العضلات؟ وين القوة؟ وين الفيتامينات؟ ايه اني عضلات، انا قوي، احنا ما بنحتاج عضلات، احنا هم العضلات. شو ما بنحتاج عضلات؟ شكلك انت مخك كبير قد ما بتاكل الجزر والبطاطا. يا ويلي ليش هيك مخك طاور لورا؟ ايه شو بدك فيني؟ انا هو الرجل الضعيف، انا كثير ضعيف بس انا قوي، واذا بدك بحملك وبرفعك. ما بتقدر تسوي في اي شيء، اطلع فرق الحجم بيني انا وبينك انت غبي. هي لا تحكي معاي مثل هيك، وانت لازم تتدرب تطلعه على هاي الصورة كيف مش قادر يحمل هذا الاثقال الصغير. قديش انا قوي كتير كتير، واو والله اني قوي. بدي اشرب شاي. طلع الشاي بداخله سكر، حط سطل السكر في هذا الشاي، ما في تاكل سكر. هي طلع كيف راسك، شكلك انت منشف عقلك عشان هيك صاير وجهك مثل هيك. شو بدك فيني انت؟ شو دخلك فيني؟ مين انت اصلا؟ بضربك هسه، بضربك كسر راسك على الكامل. شكلك بدك اقلب لك هاي الجزيرة رأسا على عقب عشان تشوف مين انا. حابب إيه؟ اني اخذ لك الاثار. خلص بمزح معك كنت بمزح حابب معك. اني اكسر لك كل اشي في هاي الجزيرة. لا خلص اتركني، ايش بدك مني؟ انا لازم اسويك واحد قوي مثل انا تماما. ايه بس كيف يا ويلي، انا ما بحب اسوي اشي، انا ضعيف كثير ما بقدر اسوي ولا اشي، وبحب اقعد في هذا البانيو واسبح في هذه المي. لا 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 جد انك واحد ضعيف جدا جدا، تعال معي قوم بسرعة على حيلك. ايه شو بدك يا قوي؟ انا مش راح اوقف ومش راح اسكت عن هذا الاشي اللي شايفه المقزز اللي شايفه قدامي. بدي اكسر راسك. انا شو بدك؟ اخبعني، لازم ندور على جزيرة اثقال عشان تتدرب فيها. شو يعني اثقال؟
جاويلي هذا بدي أبلش من الصفر، هذا ما بيعرف شو يعني أثقال، يا هي يا ضعيف الأثقال. نعم. هم حديد بتحملهم وتضلك تحملهم تحملهم وبصير عضلاتك مثل عضلاتي. إيه شو يعني تحملهم؟ ها بدي أحمل بدي أحمل هذه البطاطا بابا بابا لا 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 صرت قوي يا غبي، مش هيك الأثقال. تعال وين ندور؟ شو بدك شو بدك؟ خليني يمكن أدور هون، وين في جزيرة قريبة من هون؟ وين وين رايح؟ وين خلينا نسوي مثل هيك مثل هيك مثل هيك. واو طلعوا الحظ الرائع، جزيرة الأثقال، اجيت والله جابك. اطلع اطلع، هاي هي الجزيرة اللي انت مش راح تطلع منها الى الابد. ايه افتح افتح الطريق، ما في طريق بالمرة بالمرة، انت راح تضلك هون تتمرن عبين ما يصير عندك عضل عضلات مثلي انا. لا ما بدي، بدي ارجع لعند الجزيرة تبعتي، بدي ارجع لعند جزيرة النحيف. يلا يلا اتمرن، انا تصبح على خير. ايه وين رايح؟ وين؟ ما بدي اسوي ولا ايش انا، بدي اقعد هون. بقول لك سوي سوي. خلص شو بدك شو بدك شو بدك؟ يلا امشي على هذا الجهاز 10 ساعات اتمرن فيها، هين انا 20 ساعة اتمرن في هذول الاثقال 25 ساعة. يلا انا لازم اسوي ضغط 1 2 3 4 ايه 5 6 7 8 9 10. شايف كيف الواحد لازم مثل هيك يكون قوي؟ ايه والله انك غريب، قاعد بتنط بتنط بتنط، شو انت يعني بتلعب قاعد مثل الاطفال؟ ما بلعب، هذا اسمها تمارين الرياضية عشان يصير جسمك الجسم المثالي. ايه خلص ماشي ماشي ماشي، يلا كل الحديد هذا. طيب اكيد انا باكل حديد. نم 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 نم. ايوه كل نم نم. هاي وجبة الافطار اللذيذ. نم نم نم. حتى بالطابع اكلتها. نم نم. تعالي لهون والله انك انت مثل الدب بتاكل كل شيء. شو هذا شوي شوي على الحديد؟ شايف هذول الستة؟ انت بدك تاكلهم. ايه شو انت بدك تاكله؟ ما بدي اكلهم هدول، شو حديد هدول؟ ما في اكل، ما في اكل في هاي الجزيرة الا هدول الاشياء، يمكن بكرة تضطر انك تاكل هدول. إيه؟ الالات. شو 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 اللي قاعد بتحكيها؟ ما بحب انا اكل حديد. طيب يلا هدوك. يلا شو يعني اللي مش ذاكي؟ ما بدي. يلا عشان يصير عندك حديد بسرعة بسرعة. شو يعني حديد؟ ما بدي، انا بدي خشب. يا ويلي عشان يصير عضلاتك مثل عضلات الحديد يا غبي. يلا كول. شو بحس عضلاتك؟ يكيك والله قوي انت. طيب ماشي ماشي خلص. يلا كول. خلين اشوف هون. كول. هون. كول. هون. ايوه. هون. واو. كويس هيك؟ منيح 100%. تعال بدنا اشي منيح، بدنا اشي فيه بروتينات عشان جسمك يصير اقوى. شو صار بجسمك؟ مش عارف، هذا لي عضلات. شكلك اكلتهم بالشكل الخاطئ، لازمنا بروتينات. تعال معي تعال معي. ايش بدك ايش بدك؟ لسه في آلة حديد هون. ايه يلا طب اتمرن عليها يا ويلي. هذا بده طعام، لازمه طعام هذا عشان يصير كويس، يعني الحديد ما بكفي. الله يقرفك. قوم قوم انت جائع بينك، قوم. ايش ايش يا ويلي؟ ايش مقرف، ما بعرف العب حديد انا. تعال معي خلينا اشوف ايش فيه. واو يا 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 شو 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 فيتامينات اسطورية. يلا ابلعهم. اكره السحالية. يا 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 مخيف. ما في تورب، كسر البلوكات. ما في رجعة. توقف توقف، ما في رجعة ما في رجعة. لا 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 كلهم. يلا شو هذا القرف شو هذا القرف؟ يا يلا شو السحالية؟ ما انا بخاف، ابتعدوا عني. اذا ما اكلتم الان راح ياكلوك. انا عيني بدي اطلع في البلوكات، هم لما يجوعوا راح ياكلوك. انزل انزل. هي يلا يا سحالي، انتو 5 دقائق وبدكوا تهجموا على الضعيف عشان تاكلوه. يلا ايه ما بدي ما بدي، شو هذا القرف؟ يلا كول كول، اذا بتاكلهم هم ما بياكلوك. طلعوا كيف راسه مثل الغبي. يلا
يا شو هذا شو هذا القرف؟ يا يا كثير مقرف كثير مقرف. هي جالس بياكل بالسحالي. اطلع والله انه مضحك جدا جدا. اطلع مقرفات هدول. يلا يلا ايوه كل كل يلا سمعني صوت المضيخ. يا 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 خلص بكفي بكفي. يلا الان راح نشوف احنا ايش نهاية جسدك. راح يطلع النتيجة الان كمان 5 ثواني. ايش راح يصير بجسدك؟ يعني راح يتقلص ولا يصير عملاق يفيدك غضول السحالي ولا لا؟ يلا خلينا نشوف كمان 5 ثواني. 5 4 3 2 1 يلا. احنا المهم الحديد موت. واحد غبي طلعوا كيف جسده هذا ولا عمره بصير ولا عمره.